وهو الشورة، ثم تعود المحاولة لنادي إمبولي، وضعها إمبولي. إمبولي يتقدم بأول الأهداف أمام إمبولي. الضيف هو اللي يتقدم، الضيف هو اللي يتقدم. الفريق اللي لم يهدد في الدقائق الماضية فقط من محاولة واحدة استطاع بأن يصل إلى شباك نادي ريتشي، والتقدم أصبح لنادي ريتشي. جماهير ليتشي، رايمر، رايمر نقلها إلى جابرييل. يا عيني يا سلام يا سلام على البرازيلي ابن السيريساو جابرييل. هذا أمهرهم، هذا نجمهم، هذا مفتاحهم، هو جابرييل. يسجل أول أهدافه في هذا الموسم، أول أهدافه في هذا الموسم. البرازيلي يضع البصمة الأولى في هذا الموسم لنادي ريتشي، ويعيد الأمور إلى نقطة البداية. لكن التمريرة اللي وصلت إلى باندا مفتاح مهم لنادي ريتشي.